في عاصمة الفنون أبوظبي يحط الشعراء رحالهم ليمتعون بروعة كلماتهم. أنا مبسوطة كثير 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 أني وجزت من اللجنة بالإجماع. محرابها الشعر ناموس لصرختها لك. في فترة أمير الشعراء كان نفسي أسمع كل الشعراء اللي معي، فأول ما ركبت القبقة وبلشت أشغلها صرت أرجع لكل التسجيلات وأرجع أسمعهم واحد ورا الثاني، أميز أصواتهم شو ما كنت أعرف كيف أصواتهم شو، كانوا هم يبعثوا لي قصائدهم أقرأها. أفاطم علمي دنيا تمادت بقتل كيف نزهر بالنقار. الحمد لله قبل كل شيء أنا سعيدة جدا لوصولي لهذه المرحلة. عبلة غسان جابر التي اختبرت الشعر أحاسيس ومشاعر لسنين طويلة دون أن تستطيع الاستمتاع بموسيقاه وأنغامه. ابنة فلسطين التي فتحت لها أبو ظبي ذراعيها بكل حب واهتمام ورعاية. وقد وردني بحمد الله أن الشيخ محمد بن زايد ولي العهد قد استصدر أمراً بعلاجي، فله جزيل الشكر والامتنان. فأمير الشعراء هي الهدية السماوية اللي فتحت قدامي يعني باب لمنحة علاجية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان طال الله بعمره وبارك في أرض الإمارات، فأنه هذه الأرض شهدت ولادتي الثانية من أرض زايدة. من أرض زايدة مد الخير أجنحة وراح يعزف للدنيا ومن فيها. زرعنا الناحية اليمين اللي هي الناحية الثانية والناحية اليسار اللي هي الناحية الأولى زرعناها من حوالي شهرين. التحدي في حالة عبلة كان في أكتر من نقطة. أولا هي ذكية جدا، معها ماجستير في الصيدلة. تاني حاجة هي شاعرة فعندها تمكن قوي جدا من اللغة العربية، فكان لازم نديها سمع يوازي الإمكانيات اللغوية اللي عندها. نحن نولده أكثر من مرة وندينه لأكثر من بلد بجزء منا، فأنا بدين للإمارات حاليا بجزء كبير مني. الإمارات حاليا منحتني فرصة لحياة أفضل. كيف ما أقدر أوصف الحالة اللي أنا عشتها أول ما شغلوا القوقعة الأولى؟ أول صوت سمعتني يا الدكتورة يعني ضحكت ضحك ما عمري ضحكته في حياتي. تضحك مثل الطفل الصغير اللي عم بسمع الأصوات من يعني بفرح، يعني فرح شديد كان. يعني أنا كنت أنا بمنتهى السعادة والفرح، يعني ما أقدر أوصف سعادتي. للآن في أصوات لسه بضل أسأل ماما عنها صوت إيش هذا، لأنه هلأ في كتير أصوات غابت عن عقلي فترة طويلة جداً، مثلاً صوت الضوء، صوت النفس، صوت الهواء، صوت المشي، صوت المي، هاي كل هالأصوات اختفت بالحياتي لفترة معينة. ما كنتش أسمع صوت الأذان من مرة، يعني ما أعرفش يعني متى بيأذن متى بيخلص ولا إشي. فكان صوت الأذان يعني هيك تحس إنك أنت نفسك تسمعي، نفسك تسمع الله أكبر لما تنحكى وهيك. اليوم إن شاء الله بنزل من المستشفى لباي باي، وإن شاء الله هيك الحياة بتتفتح قدامي، وإن شاء الله بالشعر وبالصيدلة وبكل شيء. ودايماً بحكي الآتي أجمل بإذن الله. قد جئتها بنتاً تحاور نجمة ضوءاً فضوءاً والسماء سؤال، وأبث فيها الحلم سر حكايتي شوق العليلة أن يعود بلال ليبدد الصمت الذي في داخلي فيزاد في شعر الجميل جمال، أو يطرق الأبواب في قلب الذي كم أوصدته على المدى أغلال. الله أكبر الله أكبر، كدت أنسى لفظها واليوم عادت للفؤاد زلال، فتفتحت أزهار روحي كلها وأريج بوحي أقتل.
حتى فيه ظلال، في كل صوت سوف أنشد اسمها، فهي القصيدة في دمي تختال. هذه الإمارات المضيئة أرضها من نور زايدة ترتديه جلال. فازدانت الآن المحبة سرها، ومحمد الحامي اكتمال كمال. أنا ظبية الأرض الجميلة بنتها، أنا ظبية الأرض الجميلة بنتها، لي من ثراها مرتع وخيال.